اللي يشوفك يقول مذيع. بجد انا بقول كده برضه. ما تعرفيش احنا هنخلص امتى؟ مش عارف بس شكلنا مطولين. اتكلم يا دكتور. تيست ماين تيست تيست. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم اسالي. الشتاء السنه دي صعبه قوي على فكره. الشتاء كل سنه كده بس انت اللي بتنسي. الميه السخنه مبهدله الناس، حالات الجفاف ماليه العيال. الشتاء يا جماعه اللي بتتكلموا عليه، تعالوا شوفوا عندنا في اسكندريه الشتاء عامل ازاي. حالات الجفاف ماليه العياده. تخيلي الحاله اللي كتبت لها دواء شعر وقفته لوحدها بعد شهر عشان ما جابش نتيجه. معقوله كانت متخيله ايه من علاج شهر للشعر؟ كانت متخيله علاج 6 شهور يحصل في شهر واحد. كانت قبل ما توقفه كانت سالت. تخيلي عندهم حبوب وقع بيروحوا الجامعه من غير ما يحطوا سان سكرين، عشان للاسف فاكرين السان سكرين المصيف بس. كتير حاولت افهمهم ان السان سكرين بنستخدمه طول السنه بس للاسف. طب يسال شعرك حلو قوي يا دينا بس الكيرلي عليكي احلى. تخيلي جات لي عيانه امبارح شعرها كيرلي ومش عاجبها. كيرلي ومش عاجبها؟ وكمان كانت عايزه تعمل كيراتين عشان تفرده. ليه؟ هي ما تعرفش ايه اضرار الكيراتين على الشعر؟ طب تسال. اصلها محجبه وبتشتكي من لونين في بشرتها، والتانية محجبه ومتخيله ان الحجاب بيوقع الشعر. ايه يا جماعه الكلام الغريب ده؟ علاقه لبس الحجاب بصوت الشعر؟ قريتوا السكريبت؟ مش عارفه اقول ايه، انا قلقانه قوي. وريني كده يا عطار. ده سهل قوي مش اول مره. طب بقى ننجز بقى عشان نضرب الجزعه. واحد واحد واحد. اول مره. محتاره مكسوفه خايفه ومتردده، ما تساليش مجرب واسالي دكتور. حمله اسالي برعايه شركه باركفيل بتشجع كل بنت وبتقول لها اسالي اسالي، بتقدم لك نخبه من افضل اطباء الجلديه والتجميل عشان يردوا على اسئلتك. تابعينا على صفحاتنا عشان تعرفي معلومات اكتر عن اسالي.